التواصل متابعينا الكرام يستمر والتحديات تتواصل شوطا تلو الآخر، شوطنا العاشر هنا للجعدان. المشتركات ينطلق هنا أمام حضراتكم بهذه الشعارات وبهذه الأسماء الرائعة والجميلة. هنا أيضا الصدارة الأولى والمركز الأول، يأتي شعار سهيل بن محمد العكاري العامري، بينما هنا الدخول والتواصل على ثاني الأسماء. هناك القدوم واللحظة أيضا بهذا التحدي والمنافسة الرائعة والجميلة، يتواصل في هذه اللحظات شاهين لمنصور بن هويد ببق بالبسيف الجحافي، وهنا التواصل والقدوم في هذه اللحظة مشاهد الأعزاء. من هذا الشعار القادم في هذه اللحظة سوف نتعرف عليه في قادم الأمتار، بينما هناك الدخول والتواصل من شعار بنضبون يصل في هذه اللحظات ويقدم لنا شعاره وتحدياته وانطلاقاته في هذا المسار. وصلت الأسماء ووصلت الشعارات، ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلاقات رائعة وجميلة. شاهين لعبد الله بن سهيل بن طماطم العفاري يصل في هذه اللحظة، يتقدم من خلال هذا المسار، يصل في هذه اللحظات من خلال هذا التحدي ما شاء الله، وانطلاقة رائعة وجميلة واندفاع هنا من خلال هذا المسار. يأتي في هذه اللحظات أيضا هنا مشاهد الأعزاء ويتواصل مع شاهين راشد بن محمد بن الشرقي العفاري، وأرى وصول، أرى قدوم في هذه اللحظات من هذه الأسماء. شعار أيضا متابع كرام بن غزول، وهنا أيضا التواصل والقدوم ما شاء الله تبارك الرحمن. ياتي في هذه اللحظات شعار العفاري، ياتي هنا بالحسيني، ولكن بالشرقي يخطف ناموس هذا الشوط مع شاهين راشد بن محمد بن الشرقي العفاري. سلام 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 بالشرقي، سلام، تهانينا والناموس. بينما هناك الوصول والقدوم ايضا على ثانية التحديات، وصل ايضا مشاهد الاعزاء متابعينا الكرام شعار بسليم اعتقد او شعار بالحسيني. هنا الدخول الرائع والجميل، هناك من شعار ايضا متابعي الاعزاء سالم بن محمد سليم العفاري، بينما المركز الثالث كان الدخول ايضا من شاهين الدحبه بن غزول بالحمرور العامري. اذا تهانينا وناموس لمالك شاهين راشد بن محمد بن الشرقي العفاري من خطف ناموس هذا الشوط والتوقيت الزمني. هناك دقيقتين 15 ثانيه 91 جزءا من الثانيه، تهانينا وناموس.